نكون بنا يوم التسعير من الآمنين. آمين. أما بعد،
استيقظوا من غمرة نومكم، استيقظوا من غمرة نومكم، فإن الأيام بأعمالكم طائرة. واستفهوا من سنة غفلتكم، فإن الشهور والأيام بآثاركم سائرة. واستركوا ما فات من عمركم، وتزودوا بالعمل الصالح لآخرتكم، فإن ملك الموت يتفقد كل واحد منا في اليوم خمس مرات. فعرفوا رحمكم الله فضل هذا الشهر الكريم الذي أنتم فيه سائرون، ولا سيما العشر الأوائل في شهركم هذا ذي الحجة، فاغتنموا بركتها فإنها مظنة القبول ومحو الأوراق والسلوك. قال تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. مستعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ بشأن يغنيه. فقوموا عباد الله بطاعة ربكم مثنى وفرادى، وافعلوا الفرائض وأسبحوها النوافل، استعدوا لسفر الآخرة زادا. والحزم لخدمة ربكم جماعة وأفرادا، ولا سيما في الأيام الفاضلة، فإن الأجر يتضاعف فيه ويزداد زيادة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن سهركم هذا له قدر عظيم، اجتهدوا فيه اجتهادا، فقد أصبح القدر بتعظيمه وندى، ولم يزل الإنسان حكما وعبادا، ولا سيما العشر الأوائل التي فيها الخير الكثير لا يتنادى. فكيف لا وقد ذكره الله في كتابه، مسلمة مما جعله الله لموسى كلمه ميعادا. فقال جل من قائل: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فعرفوا رحمكم الله بهذه الأيام قدرها، فإنها أفضل أيام الدنيا بأسرها، وواقفة عندها، إنها أيام فطر قومها وليال شوق قيامها، فعليكم بصيام نهارها وقيام ليالها. فقد روى البيهقي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله، أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. يعني صيام كل يوم منها صيام سنة، وصيام كل ليلة منها صيام ليلة القدر. الله أكبر. ففي صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا في هذه الأيام العشر من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. روى ابن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم التروية كصوم سنة، وروى البيهقي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صيام يوم من أيام العشر يعدل صيام سنة، والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف. الله أكبر. وروي أن جاءت من كان يصوم هذه الأيام التسعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على صوم هذه الأيام؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول.
نحن وأمي يا رسول الله أيام المتاعب وأيام الحزن، عسى الله أن يدركني في دعائهم، يعني في دعاء الدجال. فقال له الرسول عليه السلام: إنك في كل يوم تصومه عز 100 عقبة و100 بدنة و100 طرف يقبل عليها في سبيل الله. فإذا كان يوم الطاوية فلك فيه 10 عقبة و1000 بدنة و1000 طرف يقبل عليها في سبيل الله. فإذا جاء يوم عرفة فلك فيه 10,000 عقبة و1000 بدنة و1000 طرف يقبل عليها في سبيل الله. وهو يحمل صيام سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. فحافظوا رحمكم الله على هذه الخيرات، حافظوا على هذه الخيرات فما أعظمها، ولا تحرموا أنفسكم من هذه النفحات الربانية فتكونوا من الخاسرين. وفقني الله وإياكم بكل عمل يحبه ويرضاه، وأجرني وإياكم من الشيطان واتباع الهوى، وتدبروا بإيمانكم قول ربكم الكبير المتعال: فلا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم بعذابه المهين. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين، هو الحي لا اله الا هو ادعوه مخلصين له الدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وأمر هنا بالصدقة، ويسمى التكبير يوم العيد في الطرق وفي المصلى، وأمر هنا بالصلاة، ولفظ التكبير الله أكبر.
لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفصيح صلاة العيدين من الرجال والنساء والصبيان مسافرين أو مقيمين جماعة في المصلى أو المسجد بعذر. ومن فاته صلاة العيد مع الجماعة فالله منفرد في أي مكان كان. بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة العيد يذكر الناس فيها بمبادئ دينهم الحنيف وما ينبغي أن يتصف بها المؤمن من الفضائل ومجالس الأخلاق ومغفرة الذنوب. وخطبة العيد سنة مؤكدة والاستماع إليها سنة مؤكدة كذلك. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. في عيد الأضحى ينبغي للمؤمن أن لا يسر حتى يرجع من صلاته، حتى يرجع من صلاته ثم يأكل من كبد أضحيته أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع على أخرى. ووقت صلاة العيد إن شاء الله ستكون على الساعة الثامنة صباحا إن شاء الله بتوفيق الإلهي. أما الأضحية أيها الإخوة فهي اسم لما يذبح يوم العيد وأيام التشريق. وقد شرع الله الأضحية بقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يوم فيها خير. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقد ضحى النبي وضحى المسلمون أسوة به صلى الله عليه وسلم. فورد في الأضحية فضل كبير وأجر عظيم. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدم من عمل، ما عمل آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إفراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطرافها. وإن الدم ليقع من الله لمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا وقروا بها عينا. وتجوز الأضحية بالإبل والبقر والغنم، ويكفي من الغنم ابن تسعة أشهر على الأقل، ومن المعز ابن سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين، والذكر أفضل من الأنثى وكلاهما جائز. ويشترط في الأضحية السلامة من العيوب، السلامة من العيوب لأنها خطايا المؤمنين من الجنة إن شاء الله تعالى. وهكذا فلا تجوز المريضة المسكين مرضها، ولا العراء المسكين عورها، ولا العرجاء المسكين ضلعها، ولا العجزاء التي لا تبكي يعني لا تلحق بقصير، ولا العجزاء التي ذهب جل اذنها او قرنها، ولا الهجماء التي ذهبت ثناياها، ولا العظماء التي سفر الى فقرها، ولا العمياء التي ذهب بصرها، ولا السوداء التي تدور في المرعى ولا صرع. ولا يجوز غير شيء من الضحيه ولو كان جدا. ولا يعطى الانصار اجرته من تحت الضحيه ويأكل المضحي ويهدي ويتفطر. وقد ورد من فضل الضحيه امر كبير. فعن مولاتنا عائشه رضي الله عنها ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ادم من عمل يوم النحر احب الى الله بشهراق الدم. وانها لتاتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واطرافها. وان الدم ليقع من الله في مكان قبل ان يقع على الارض. اللهم وفقنا لاتباع من الهدى يا رب العالمين يا رب العالمين. وتذكر الإشارة غنى الله يجزيكم بخير، يعني ضروبكم على واحد مرض رجعكم في الأضاحي، وهذا المرض هو مرض الأجيال المالية، لقى يعني الأجيال المالية في كبدي أو في رئتي الأضحية، التي صدق غنى الله يجزيكم بخير لأنها مرض خطير وينتقل لسكين الإنسان. وتذكر الإشارة إلى أن خطورة هذا المرض تكمن في كون أن المضحي حين يجد كبدة أو رئة فيها كيس مالي، وهو في الحقيقة منزول بالطفيليات لأحسانه. إذا انتقل بعد ذلك يعني هذه الطفيليات لا ترى بعين مجردة، يلقي به في الأنبان دون أن يبالغ فيلتقطه الكبد فيأكله، فتنمو هذه الطفيليات في
ينتشر كذلك الى الاخلاق والى الانسان. وهذا المرض الخطير يصاب به الاف من المقاربه سنويا لسبب قله الوعي والاهمال. بسبب الانتشار الى المرض هو قله الوعي والاهمال وقله يعني معرفه هذا المرض. ولتكاد امتثال هذا المرض نلفت الله من عباده والمؤمنون الى ضروره التحقق من اعضاء البدن المصابه بطريقه سليمه وصحيه وناجعه، وذلك بعدم اكرام هذه الاشياء الثانيه بمحتوياتها وعدم رمي الاعضاء المصابه وحق الكبد والرئه المصابين او تسليمهما مع الفريق من ماده الكريدين حتى لا يصل الكبد اليها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك الوفاء وان يجعلنا من عباد الصالحين وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هذا هو الحديث الكتاب صلاه وسلام الهدمين بدوام ملك الله على نبي الرحمه وهاد امه وكاتب امه سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وعن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وانصر اللهم من قلدت الله عبادك عبدك القاطع للجلال مولانا امير المؤمنين جلاله الملك محمد الاسد. اللهم انصر نصر عزيز تعز به الدين وتعيد رايه الاسلام والمسلمين. اللهم سدد القضاء واحفظ الفتاه ووفقه لما تحب وترضى واحفظ اللهم بولي امره صاحب السمو الملكي الامير الجليل ولا يحسن. اللهم اجعلنا بابا حسنا وسد عرض جلاله في تحقيقه صاحب السمو الملكي الامير السعيد ولا رقيب وسائر اسرته الملكيه. اللهم تقبل برحمتك الواسعه الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما واكرم مثواهما وتوفقهما مقعد صدق عندك. كما نسالك ان تشمل برحمتك جميع اموات المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah.
Yeah.